الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك. وكذلك جرى للأئمة الهداة واحدا بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.